وفقا للسكان المحليين فإن مقاتلات تابعة لقوة التحالف التي تقودها السعودية هاجمت اليوم الأحد أهدافا في صنعاء أكبر مدينة في اليمن، وذلك بعد ساعات من انتهاء هدنة استمرت 3 أيام. هذا ودعا مبعوث الأمم المتحدة للشأن اليمني إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة أخرى. وتبادل مسلحو جماعة الحوثي والقوات المدعومة من السعودية الاتهامات بانتهاك الهدنة التي هدفت إلى تمهيد الطريق لإجراء محادثات لإنهاء الحرب المتواصلة منذ 19 شهرا والسماح بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المواطنون. جدير بالذكر أن الهدنة الأخيرة هي السادسة من نوعها منذ تدخل قوات التحالف التي تقودها السعودية في مارس من العام الماضي لدعم الحكومة في المنفى بعد احتلال جماعة الحوثي الكثير من الأراضي اليمنية.